اليوم كنت في ام القوين في حلبة اسمها موتور بليكس، هي حلبة للريسنج للدريفت لاي سباق سيارات بده يصير. فلقيت هاي بالصدفة بي ام دبليو، اسمها موديلها 2800، هيك الرقم تبعها مش موديلها كسنة صنع. ف صراحة السيارة حالتها كثير منيحة، ما بعرفش ليش مرمية، بس هاي عن جد مهجورة مهجورة، ما ظنيتش كمان حتى يمكن لها صاحب. وبصراحة أول مرة بشوفها، يعني بتخيل موديلها بالستينات بالراحة. نشوفها من جوا، هايها مفتوحة طلع من جوا. شوف السيارة قد ايه ماشية، طبعا ريحة مقززة. السيارة ماشية 98300. شوف صراحة ريحة مقززة جدا، شكلها فيها اشي ميت ولا كذا. اظن ولا عليك، على كل حال هي مش السيارة الوحيدة اللي حدا زاتتها. في هناك سكاي لاين، في كمان شفت اكثر من سكاي لاين بالجهة هذي، وكان في اكثر من سيارة منهم لومينا اس اس، في كمان حتى رينج روفر معدلة بطريقة راليات يعني معمولة هون.